فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يوجد في بعض البلدان أن المرأة المحدة إذا مات زوجها عنها فإن عليها أن تلبس ثوبا أسود لمدة سنة كاملة، فإن لم تفعل قيل عنها كلام غير لائق بأنها قد فرحت بموت زوجها. هذا من أعمال الجاهلية ولا يجوز، تلبس ما جرت عادتها بلبسه، ولا يسألها لباس خاص. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.